غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. الو، سلام ونعمة. سلام ونعمة. الرب يباركك. كنيسة المسيح الإنجيلية بالسيوف. أيوة. أهلا وسهلا معايا حضرة الدكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. مش عارف كده، حاسس كده براحة من صوت حضرتك، صوتك طيب يعني. معايا الدكتور. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك يا فندم. معايا الدكتور القس مايس فكري. لا، أنا الأفيت المساعد. أنا الأفيت ملاك المساعد بتاعك. يا هلا يا هل. ممكن ناخد بركة واعرف معايا مين يا فندم؟ انا مينا ملاك الاسيس. مينا، اهلا. المساعد بتاع الاسيس مينا. اهلا وسهلا. معاك ابو مريم من امريكا. سعادة القس، اهلا. قلت مينا ملاك مظبوط؟ اهلا بيك يا بابا. حضرتك، انا مع احترام لسعادتك يا فندم، انا راجل كبير في السن ولا مؤاخذة يعني، انا مصري زي كلمة بابا انت عارفها، وانت راجل انجيلي الكلام ده اللي بيقوله. اهلا بيك يا بابا. انت عارف الكلام ده اللي بيقوله قساوسة في الكنيسة المصرية للسيطرة على الأتباع، وانت راجل إنجيلي محترم، أخد بال حضرتك، فياريت إيه، خلينا في الأسلوب الإنجيلي المحترم ده. طيب، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا بابا. أهلا بيك. يا فندم، أنا مش بابا، بقول لحضرتك أنا مش بابا، أنا احتمال يكون أكبر منك في السن، صدقني صدقني. ممكن كلمة بابا دي حضرتك أساسا أنا أول مرة أسمعها من قس إنجيلي، صدق أول مرة من أكتر من 30 سنة اسمع قص انجيلي يقول يا بابا. المهم، حضرتك راجل فاضل وانت يعني على راسنا يا بابا. اهلا بيك. برضو ما تقوليش بابا، حضرتك ما تقول لي بابا. انا اسف. انا اسف. انا اسف. اسمي حضرتك ابو مريم، انا بنتي اسمها مريم. اوكي، اهلا بيك يا استاذ ابو مريم. اهلا بيك. ربي يباركك ويبارك تعب محبتك كما يقول الكتاب المقدس يعني. سعاده القس الفاضل المحترم، انا بس عندي استفسار بسيط يعني. أمرني. ما يأمر عليك ظالم. شاكرين على أدبك وسعة صدرك وأسلوبك الطيب ده. طبعا أنت حضرتك الكتاب بيقول كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه من الرجاء. حضرتك عندك هنا. تمام. تمام يا فندم. حضرتك هنا أنا لاحظت شيء غريب جدا يا فندم، أرجو يكون عندك سعة صدر يعني. لاحظت أن العقيدة المسيحية فيها أشياء كثيرة جدا جدا متشابهة أو متطابقة مع العقائد اللي قبل المسيحية الوثنية. مثلا على سبيل المثال، أول حاجة إن الإله هو وسيط بين الله والبشر. اثنين، إن الإله اتولد في كهف. حضرتك لو تعمل بحث هناك 16 مخلص وثني قبل المسيح، وممكن أديك الأسماء كلهم، أخد بال حضرتك، اتولدوا في كهف. مش كده وبس، تاريخ الميلاد بتاعهم 25 ديسمبر. وهو لماذا 25 ديسمبر؟ لأن الانقلاب الشمسي. لماذا ده؟ لأن ده حضرتك هم بيعبدوا إله الشمس، ولذلك كانت في الرومان اليوم المقدس عندهم ساندي. ساندي مش يعني الأحد، ساندي يعني يوم الشمس، لأن كانوا بيعبدوا الشمس. ثلاثة، إن هذه الآلهة كلها قبل يسوع كان لهم 12 تلميذ. هذا الإله مات ليخلص البشر من خطاياهم. هذا الإله دفن ثم قبر ثم مات 3 أيام ثم قام من الموت ثم بعد ذلك صعد إلى السماء. هذا الإله يدعى مخلصا ومنقذا، يوصف بأنه كالحمل الوديع يعمد أتباع، وهناك العشاء المقدس. لماذا هناك تشابه وتطابق بين العقائد الوثنية والعقائد المسيحية، مع أن العقائد المسيحية يعني أتت بعد العقائد الوثنية؟ لدرجة حضرتك لو أقول لك قانون الإيمان الهندوسي والهندوسية قبل المسيحية تقريبا ب 700 سنة، نفس قانون الإيمان المسيحي اللي جاء بعد الهندوسي،
قانون الإيمان الهندوسي يقول نؤمن بسفستاري الشمس، خلي بال حضرتك الشمس، لأن كله بيعبد الشمس. إله ضابط الكل، خالق السماوات والأرض، وبأنه الوحيد آني أي النار، نور من نور، مولود خير مخلوق، مساوي للأب في الجوهر، تجسد من فايو أي الروح القدس في بطن مايا العذراء. ونؤمن بفايو الروح المنبثق من الأب والابن، الذي هو الأب والابن يسجد له ويمجد. حضرتك لو قرأت قانون الإيمان المسيحي أنا بالتطابق، نؤمن بإله واحد، الأب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود وغير مخلوق، مساوي للأب في الجوهر الذي به كل شيء، هذا الذي جانا من أجل نحن البشر ومن أجل خلاص، وهكذا. لماذا هناك تطابق ما بين العقائد الوثنية والعقيدة المسيحية، مع أن المسيحية جاءت بعد الوثنية؟ تفضل حضرتك سعادة القس ملاك. طيب، هو أولا وإحنا بننظر للفكر والعقيدة المسيحية، إحنا بننظر للمسيح أولا، تمام، لأن المسيح هو مش ديانة، المسيح حياة، فإحنا بننظر لهذه الحياة، هي حياة المسيح. بولس قال هذه الكلمات، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. فإحنا مش بنتدين بديانة تسمى الديانة المسيحية، لكن إحنا بنسعى أن إحنا نعيش حياة المسيح. ده أولا، تمام. كون إن, إن, إن الإنسان في أفكاره طوال السنين، عن عبر آلاف السنين كان بيحيا وبيحاول يوصل لفكرة الكمال والحياة الفضلة وما يسمى بالمدينة الفضلة والأفكار السامية، زي ما كان بيحاول إخناتون في مزاميره أنه يحاول يوصل لالله الواحد المعبود اللي في إطار من العبادة الروحية، تمام. كل العالم كان بيحاول يوصل لهذه الأفكار بأسلوبه وبشكله وبعينيه اللي بتحاول تبص على المنظور اللي بيحاول الشكل اللي بيحاول يوصل من خلاله فكرة الكمال، تمام، أو للفكرة الروحانية السامية، تمام. دي واحدة بس، اتفضل. شكرا يا فندم. أولا دي مش إجابة السؤال. ليه؟ حضرتك أولا أنت قلت، أنت اعترضت على كلمة دين، يعني تقول إن المسيحية ليست عقيدة، صح؟ ده كلامك صح؟ المسيحية ليست دين، يعني ليست عقيدة، مش عقيدة. المسيحية هي شخص المسيح. أنا بسأل حضرتك، هل المسيحية عقيدة؟ نعم. ولا مش عقيدة؟ لا، المسيحية ليست عقيدة. طب ممتاز. حضرتك بتعرف يوناني؟ نعم. طب ممتاز. مش قوي. لا ما اعرفش يوناني. طيب ممتاز. حضرتك طيب ارجع حضرتك لو معاك انجيل، ارجع لو حافظ ماسي مش حافظ، ارجع الى انجيل يوحنا الاصحاح 18 العدد تمام. العدد اعتقد 19 20. فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. كلمة تعليمه، روح حضرتك باللغة اليونانية، بتاخد ايه في قانون، بتاخد ايه في اللي هو اليوناني، بتاخد حضرتك في اللغة اليونانية، ثواني حضرتك، بتاخد جي يعني جريك يعني يوناني، 1 3 2 2. الكلمة تعني ايه باليوناني؟ ديداخي. ديداخي ماذا تعني؟ ديداخي تعني عقيدة حضرتك، الكلمة تعني عقيدة. تاني حضرتك، الرئيس الكهنة يسأل يسوع عن تلاميذه عن تعليمه، قاموس سترونج اليوناني، الكلمة باللغة اليوناني في قاموس سترونج بتاخد جي يوناني يعني 1 3 2 2. الكلمة تنطق باللغة اليونانية ديداخي، وكلمة ديداخي يعني عقيدة. نعم، المسيحية عقيدة. تمام. انت حضرتك قلت مش عقيدة. اتنين حضرتك لو نرجع، أيوة ثواني بس النقطة الأولى دي. حضرتك لو عملنا، لو حضرتك بتعرف انجليزي، احتمال بتعرف انجليزي حضرتك، انا عندي اكتر من 60 ترجمة باللغة الانجليزية، وممكن اقول لك اسماء التراجم، كل التراجم الانجليزية بلا استثناء ترجمة كلمة تعليمه دوكرين. تعرف دين كلمة دوكرين يعني ايه حضرتك؟ يعني عقيدة. فالمسيحية عقيدة. أمين. المسيحية دين وعقيدة. أمين. حضرتك بتقوله في الكنائس مش عقيدة، الكلام ده غير مظبوط. النقطة الثانية، أنت بتقول بيبحثوا على التعليم السامية. حضرتك أنا بتكلم على وثنيين.
التعليم الوثنيه والاساميه الوثنيه. انا ما جبتش في كلامي فكره الاسلاميه، انا لا 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 كنت بتكلم الوثنيه حضرتك. الوثنيه انت بتقول تعليم. انا بتكلم عن الانسان. انا كنت كل ده انا كنت بحط مقدمه لحضرتك. اعذرني لو كان فيها اخطاء، تمام؟ ده رقم لا، لان انا واقف في الكنيسه، تمام، ومشرق عليك حضرتك بتتكلم دولي يا ساتر. لا ما يهمكش حتى لو كنت 10 ساعات. هذا انت بتقول بيبحثوا عن التعليم الساميه. انا بتكلم على الوثنيين المشركين الوثنيين الوثنيين. تمام تقول تعليم ساميه، اتفضل. ما هو حضرتك في نقطة، الإنسان يعني أنا قلت إن الإنسان بيحاول يوصل وبيجتهد يوصل لفكرة السامية أو الفكرة الفضلة أو الحياة الفضلة، تمام؟ أفلاطون كان بيحاول يوصل بكده، تمام، من خلال فلسفته. أخناتون نفس النظام، تمام، لكن هل كان عندهم المنظور الحقيقي عن الله اللي هو المسيح يسوع؟ ما كانش عندهم، ما كانش موجود، ما كانش معلن بالشكل الكامل او الكافي، تمام. فتلاقيه بياخد نموذج وبيحاول يتشابه بهذا. يا سعاده القسم مين هذا؟ ليس الشاهد يا سعاده القسم. مع احترامي لسعادتك، كلام حضرتك مع احترام، يعني مع كل ادب واحترام، الكلام حضرتك بتقوله ده كلام في كنيسه، اهلا وسهلا بيك، لكن كلام ما ينفعش اكاديمي. دي حضرتك زي ما تكون بتقول عظه يا فندم. انا بقول لك نقاط في العقيدة المسيحية موجودة حرفيا في العقائد الوثنية، حرفيا الوثنية قبل المسيحية. كيف يكون المسيحية كوبيكات من العقائد الوثنية، نسخة طبق الأصل من العقائد الوثنية. حضرتك أديك مثال، أديك مثال آخر حضرتك. التثليث حضرتك شيء ليس جديد، التثليث موجود. نعم كان موجود في أيام الفراعنة. يا ريت الفراعنة بس. التثليث حضرتك موجود عند جميع العقائد، التثليث موجود عند المصريين، التثليث موجود عند اليونانيين. عاوز الأسماء أجيب لك الأسماء. عند المصريين أمون كونس موت، عند اليونان كان في سالوس، كان عند الرومان في سالوس، كان عند الفرس في سالوس. نعم. الاسكندنافيين كان عندهم سالوس، المكسيكيان كان عندهم سالوس. العقائد حرفيا الموضوع الاله الظاهر في الجسد، موضوع طبيعه واحده او طبيعتين، موضوع ان هو انسان واله، موضوع الخطيه الاصليه، كل شيء العقيده هي. اتفضل. تمام. طيب السؤال المطروح، كيف تكون الديانه المسيحيه ديانه غير وثنيه والعقيده ماخوذه من العقيده الوثنيه؟ كيف؟ الحاجة الوحيدة اللي أنا أقدر أقولها إن الأعلن عن المسيح هو المسيح نفسه، الأعلن عن محبة الله هو الله نفسه، تمام؟ فإن كان الإنسان كان بيحاول إنه أو كان في إظهارات زمان قديما عن شكل، مش هقول شكل الله لأن الله ما لهوش شكل، لكن عن جوهر الله، تمام، والاعلانات دي كانت في العهد القديم بشكل ما، كان الله كان بيعلن عن نفسه او عن كينونته، تمام. فالاعلانات دي الانسان خدها وكان بيحاول انه يعبد الله من خلالها، تمام. لو احنا بصينا في العهد القديم هتلاقي حضرتك عن اعلانات الله. لو جبت حضرتك تكوين واحد، مش هو السؤال، تكوين واحد. هذا موضوع خارج عن السؤال. التكوين، الديانة اليهودية ديانة التوحيد وليس ديانة التثليث. اليهود ليس لهم علاقة بالوثنيين. فأنا بتكلم على الديانة المسيحية. أديك مثال، شوف حضرتك على سبيل المثال. لو رحنا مثلا حضرتك على الهندوس. أولا واحد، يسوع حسب يسوع إيه؟ عندما مات يسوع طبعا أظلمت الشمس من الساعة السادسة للساعة التاسعة وفتحت القبور وقامت ثم القديسين. إنجيل متى. نفس القصة موجودة عند الهندوس اللي هي ديانة موجودة قبل المسيحية على الأقل ب 700 سنة. لما مات كريشنا حصلت مصائب وعلامات شر عظيم، وأحاطت بالقمر هالة سوداء، وأظلمت الشمس في وسط النهار، وأمطرت السماء نار ورماد، وجاءت أشعار نار حامية، وصار الشياطين يفسدون في الأرض، وشاهد الناس ألوفا من الأرواح في جو السماء يتحاربون صباحا ومساء. نفس القصة، كريشنا ثقب جنب كريشنا بحربة، ثقب جنب يسوع بحربة. قال كريشنا للصياد الذي رماه بالنبلة وهو مصلوب: اذهب أيها الصياد
محفوظ برحمته إلى السماء إلى مساكن الآلهة. قال يسوع الأحد اللصين: الحق أقول لك إنك تكون معي اليوم في الفردوس. مات كريشنا ثم قام بعد 3 أيام. يسوع مات وقام بعد 3 أيام. كريشنا ذهب إلى الجحيم، يسوع ذهب إلى الجحيم. صعد كريشنا بجسده للسماء وكثير شهدوا صعوده. صعد يسوع إلى السماء وكثير شهدوا صعوده. كريشنا يدين الأموات، يسوع يدين الأموات. كريشنا هو الألف والياء، وهو الأول والوسط وآخر كل شيء. يسوع هو الأول الألف والياء والوسط وآخر كل شيء. في حضور إرجوان بدلت هيئة كريشنا وأضاء وجهه كالشمس ومجده العلي، واجتمع في آلهة الآلهة. فانحنى أرجون رأسه تذللا ومهابة، وتكتف تواضعا وقال باحترام: الآن رأيت حقيقتك كما أنت، وإني أرجو رحمتك يا رب الأرباب، فعد واظهر علي في ناسوتك ثانية، أنت المحيط بالملكوت. الآن يسوع. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وأخاه وصعد أبوهم إلى الجبل منفردين، وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالثلج. وفيما هو تكلم إذ سحابة نيرة ظلتهم وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي سررت به. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا. غسل أرجل كريشنا، غسل أرجل البرهاميين، وهو الكاهن العظيم برهامة، وهو العزيز القادر ظهر لنا بالناسوت. غسل أرجل التلاميذ يسوع، وهو الكاهن العظيم الذي ظهر لنا بناسوته. كريشنا هو برهام العظيم، أي الآب. كريشنا هو برهام العظيم القدوس، وظهوره بالناسوت سر من أسرار العجيبة. يسوع هو يهوى العظيم القدوس، وظهوره بالناسوت هو سر من أسرار العظيمة. تحب أقرأ لك البوذيين؟ تحب أقرأ لك أي الأديان الوثنية حرفيا كابي بيست؟ بالنسبة لبوذا: ولد بوذا من عذراء مايا بغير مضادعة رجال. بالنسبة ليسوع: ولد من مريم بدون مضادعة رجال. بوذا كانت تجسد بوذا بواسطة حلول الروح القدس في العذراء مايا، الديانة البوذية مش الهندوسية. ولد يسوع المسيح من عذراء مريم بغير مضادعة رجال، وكان تجسد يسوع المسيح بواسطة حلول الروح القدس على عذراء مريم. بوذا لما نزل بوذا من مقعد الأرواح ودخل في جسد مايا العذراء، صار كحملها البلور الشفاف النقي، وظهر بوذا فيه كظهر جميل يسوع. ولما نزل المسيح من مقعده السماوي ودخل إلى جسد مريم العذراء، صار رحمها كالبلور الشفاف النقي، وظهر فيها يسوع كظهر جميل بوذا عزم على السياحة وقصد التعبد والتنسك، وظهر له مارة. الشيطان جرب بوذا. يسوع جرب من الشيطان، إنجيل متى 4، إنجيل لوقا 4. وقال مارة أي الشيطان لبوذا: لا تصرف حياتك في الأعمال الدينية، لأنك بمدة 7 أيام تصير ملك الدنيا. يسوع وقال الشيطان ليسوع: أعطيك هذه الدنيا جميعا إن خرجت وسجدت لي. بوذا فلم يعي بوذا بكلام الشيطان، قال: اذهب عني يا شيطان. يسوع قال: اذهب عني يا شيطان. ولما ترك الشيطان لومارة بوذا، أمطرت السماء ذرا وطيبا وملأ الهواء طيب عرقه. ولما ترك الشيطان إذا ملائكة قد صارت تخدمه. صام بوذا وقتا طويل، صام يسوع 40 يوم. ولما كان بوذا على الأرض في آخر أيامه بدلت هيئاته. نفس قصة التجلي اللي حصلت لكريشنا حصلت لبوذا، حصلت ليسوع. ولما كان بوذا على الأرض في أواخر أيامه بدلت هيئاته، إذا هو على الجبل بنذافة أي الأصفر المبيض في سيلان، ونزل عليه بغتة نور أحاط برأسه في شكل إكليم، ويقولون إن جسده أضاء مثل نور عظيم، وصار كتمثال من ذهب براق، مضى كالشمس أو القمر، وحين حزن تحول إلى 3 أقسام مضيئة. وحينما رأى الحاضرون هذا التبديل في حياته: ما هذا بشر إن هو إلا إله عظيم. يسوع ولما كان يسوع على الأرض بدلت هيئته. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين، وتغيرت هيئته قدامهم وصار وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء. بوذا لما بات بوذا ودفن، تحللت الأكفان وفتح غطاء التابوت بقوة غير طبيعية، أي بقوة إلهية. لما مات يسوع حللت الأكفان وفتح قبره بقوة غير عادية، أي قوة إلهية. صعد بوذا إلى السماء، صعد يسوع إلى السماء. بوذا فلتكن، قال بوذا فلتكن الذنوب الذي ارتكبت في هذه الدنيا علي، يعني هو مخلص العالم، هو مفدي العالم، هو الذي يحمل خطايانا بوذا.
يسوع هو مخلص العالم والذي حمل خطانا. تحب اكمل لحضرتك بقيه الاديان الوثنيه ولا استكفيت حضرتك؟ الشاهد الان لماذا العقيده المسيحيه هي عقيده ماخوذه من العقائد الوثنيه. اتفضل. العقيده المسيحيه مش ماخوذه من العقائد الوثنيه. المعلن الوحيد او الاعلان الوحيد عن العقيده المسيحيه هو المسيح يسوع ذات نفسه. تمام؟ اللي هو مكتوب عنه هو الله الظاهر في الجسد. ممتاز. المسيح هو نفسه. اين قال المسيح انا الله الظاهر في الجسد؟ المسيح اللي انا جبته لك الانجيل يوحنا الاصحاح 18 العدد 19، ولما سأل رئيس الكهنه يسوع عن تلاميذه وتعليمه قال له عقيدتك ايه؟ ماذا قال يسوع عن العقيده؟ قال له انا كلمت العالم علانيه، انا علمت كل حين في المعبد والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي الخفاء لما اتكلم بشيء. بيسالوا عقيدتك ايه؟ قال انا قلت العقيده في العالم. يسوع يقول من فمك ادينك العيد الشرير. يسوع يقول كمان ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. حتى بولس يقول انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفه بغرور باطل حسب تقليد الناس حسب وصايا الناس وليس حسب المسيح. بولس يقول الايمان بالخبر والخبر بكلمه المسيح. انت بتقول حسب اعلان المسيح ان هو الله الظاهر في الجسد. اين عندنا 27 سفر اين قال يسوع عن الله الظاهر في الجسد؟ المسيح لم يقل اني الله الظاهر. بس حضرتك قلت اعلان المسيح ان هو الله الظاهر في الجسد. قول الشاهد عن المسيح انه هو الله الظاهر. بولس ما قالش الكلام ده. فين؟ اتفضل. اين قال الكلام ده؟ اتفضل. حضرتك ما تعرفش؟ لا اعرف. اعرف. اتفضل حضرتك. انت بتكلم حضرتك راجل متخصص بقاله اكتر من 30 سنة عامل مناظرات باللغة الانجليزية واللغة العربية مع اكبر علماء المسيحيين في الدول العربية والامريكي والغرب. من ضمن افضل مناظرة سنة 2008 كانت مع الدكتور العلامة القس جان سي رينكل. اعمل بحث عليها. الدكتور جان سي رينكل ووسام عبد الله. المناظرة سنة 2008 أفضل مناظرة معاه مناظرتين من ضمن المناظرات باللغة العربية مناظرة مع القس القمص عبد المسيح بسيطة بالخير أستاذ الدفاع اللاهوتي. لا أنا أعرف كويس بولس لم يقول المسيح هو الله أبدا. ماذا يقول بولس؟ يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. ماذا يقول بولس؟ إله ربنا إله ربنا. ماذا يقول بولس؟ يقول إله ربنا. حضرتك بتقول ايه؟ حضرتك يقول ان بولس يقول عن يوم القيامة اين وضع يسوع يوم القيامة؟ الرسالة الاولى لكورنثوس 15:28 وعندما يخضع له الكل حينئذ الابن نفسه سيخضع للذي اخضع له الكل حتى يكون الله الكل في الكل. بولس يقول ان يسوع يوم القيامة عبد خاضع لله. بولس لم يقول المسيح والله. بولس يقول لنا إله واحد والآب. إلهنا هو الآب. لم يقل أبدا يسوع والله أبدا. لم بولس فلكم فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. أيوة. الذي إذ كان في صورة الله يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. جميل جدا. فيليب 2. جميل جدا جدا. فين حضرتك؟ بولس قلت نفس الكلام ده؟ قلت فين؟ رأيت أنت قلت فين حضرتك موجود فين؟ أنت أيضا في شبه الناس وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وقع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكتب ثواني كل رغبه تسمعه من على الارض ومن تحت الارض ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الان. ممتاز. ثواني بس حضرتك انت حضرتك الكلام ده في اي رساله؟ عارف في اي رساله؟ رساله فيليبي 2. ممتاز حضرتك. رساله فيليبي 2. حضرتك اخر نص قراته تقدر تقوله تاني حضرتك؟ اخر نص قلته. اخر نص قلته. ويعترف كل لسان ان أيوة. يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. مين الله حضرتك؟ مين الله؟ شفت حضرتك بقى؟ الله الآب. الله الآب. الله الآب. نعم. الله الآب. لأن لو بولس كان يؤمن ان يسوع الله معنى الكلام ده في مشكلة في النص في إلهين. لماذا في إلهين؟ هل حضرتك تؤمن أن يسوع الآب؟ لو قلت حضرتك يسوع الآب دي هرتقة سابيليوس الذي كان يؤمن يسوع المسيح هو أقنوم الاب من حضرتك. ممتاز. اذا يسوع ليس هو الاب. ابن هناك الله الروح القدس. شوف حضرتك شوف ثواني بس. اولا يسوع ليس هو الاب. بولس في النص واضح جدا بيقول لمين؟ الله الاب. الله هو الاب.
خلي بالك في نقطة تانية، بولس يقول عن الله، عن الله الذي له وحده عدم الموت، وحده وحده عدم الموت، ساكنا في نور الذي لم يدن من، الذي لم يرى أحد في الناس ولا يقدر يراه. مستحيل بولس كان يؤمن المسيح والله، لأن بولس يقول إن الله وحده لا يموت. ماذا يقول بولس بقى عن المسيح؟ ارجع لنفس الرسالة، رسالة أولى كورنثوس الإصحاح 15 العدد حضرتك العدد 13. لحظة أفتح مع حضرتك، أفتح مع حضرتك الرسالة أولى كورنثوس 15-12. الرسالة أولى كورنثوس 15-12 عدد 12. ولكن كان المسيح يكرز به إنه قام من الأموات، قام من الأموات. بولس يقول الذي لا وحده عدم الموت، فكيف يقول قوم بينكم إنه ليس قيامة أموات؟ فإن لم تقل قيامة أموات فلا يقول المسيح قد قام من الموت، وإن لم يقل المسيح قد قام من الموت فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. ومش كده وبس، اسمع حضرتك، ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأن شهادنا من جهة الله أن الله أقام، أقام المسيح، الله اللي أقام. نعم. وقال لي نعم حضرتك أن الله أقام المسيح من الأموات، ونحن نؤمن أن الروح القدس أقام المسيح من الأموات، ونحن نؤمن أن المسيح أقام نفسه. لا 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 لا، اعطيني نص بيقول المسيح الروح القدس اقام، الكلام ده غير صحيح. نعم حاضر حاضر، افتح معايا حضرتك رساله روميا. اتفضل رساله روميا. رساله روميا فين؟ اتفضل حضرتك رساله روميا 8. لان انا عندي الذي اقامه هو الله الاب، ومن كلام بولس اجيب لك اكثر من نص. رساله روميا 8. اتفضل. تمام اتفضل، اقرا معايا. اتفضل اقرا معايا من عدد 8. تمام. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له، وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. هنا يتحدث عن الروح القدس الذي أقام المسيح من الأموات. يتحدث عن الروح القدس، ده كلام حضرتك. ليه كلام حضرتك؟ لأن يسوع يعرف الله على أنه روح، الله هو روح. فين كده؟ إنجيل يوحنا الإصحاح 4:24، الله روح. لا حضرتك، ما فيش روح قدس، الناس ما فيش روح قدس، الروح هنا هو الله. إنجيل يوحنا 4. إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، وهنا بيتكلم لما نيجي نربطها في كورنثوس الأولى 3:16 يتحدث عن الروح الذي فينا. ألستم تعلمون أن روح الله يسكن فيكم؟ يا سعادة القس، ده بيتكلم عن الروح القدس حضرتك. يا سعادة القس، الناس ما فيهوش الروح القدس، بيتكلم على الروح، الروح هو الله. مين يقول كده؟ يسوع. يسوع بيقول النص كله. بص حضرتك، لو ما هتتكلم حضرتك عن من اول روميا 8 من عدد 1 لغايه حضرتك نهايه عدد 16 يتحدث عن الروح القدس. طيب ساعات القصه فاضل ملاك، هل الروح القدس هو الاب؟ نعم او لا؟ اتفضل. لا طبعا، الروح ممتاز. القدس هو روح الله عن الله الاب، هو ممتاز. الله الاب تمام، اقنون الابن يسوع المسيح هو اقنون. ثواني حضرتك، ماذا يقول يسوع؟ يسوع يقول في رسالة غلاطية والله الآب الذي أقامه من أموات، يبقى من الذي أقامه حضرتك؟ قال لي نعم حضرتك، أنت لسه بتقول روح القدس مش الآب، الذي أقام يسوع الآب. لماذا؟ لأن الأب هو الله، الذي أقامه الآب مش الروح القدس اللي أقامه الآب. الآب ليس هو الإب، ليس هو الروح القدس. لو قلت الثلاثة واحد بمعنى نفس الشخص، هذه هرطقة اللي بتقوله دي، هرطقة. التثليث اساسا معناها ترينيتي، معناها تريون جاد، ثلاثة. يا عم ابو مريم، انا ما بقولش ان الثلاثة هم شخص واحد، لكن انا بقول ان اقنوم الله الاب، اقنوم الله الاب، اقنوم الله الروح القدس. ساعات قس ملاك، اين كلمة اقنوم في الكتاب المقدس؟ انت بتتكلم بكلام مش موجود في الكتاب المقدس. لا توجد كلمة اقنوم في الكتاب المقدس. الإيمان بالخبر والخبر بكلمة المسيح، إذا لا نتكلم في شيء مش موجود في الكتاب المقدس، ونلتزم بالنصوص. ما نفسرش النص، النص واضح مش محتاج تفسير.
تمام حضرتك. فالمشكلة الآن مش في كده، يعني حتى أنا جبت لك موضوع التجربة مثلا، هنلاقي تجربة يسوع موجودة حرفيا، هذه التجربة مثلا عندي برضو قلنا الوثنيين، لو قلت لحضرتك وقلت لك الكلام ده وجبت لك بالتفصيل مثلا على سبيل المثال عند حضرتك هنا، في كان في آلهة وثنية قبل المسيحية نفس الطريقة، كان اليوم ساندي يوم الشمس يوم الاحد اللي انتوا بتحتفلوا بيه، هي كلمه الاحد خطا، الترجمه اللي هي يوم الشمس يوم الشمس. حتى الاحتفالات اللي بتحتفلوا بيها لها اصول وثنيه، مثل ايه؟ موضوع الميلاد، الميلاد ما هو ميلاد وثني اللي هو للشمس، الانقلاب الشمس 25 ديسمبر، ان تاريخ ميلاد يسوع غير معروف، موضوع عيد الفصح، عيد الفصح جه منين؟ عشتار اللي بموضوع البيض وموضوع الارنب والكلام ده من ايام الفراعنه الوثنيين، ما في شيء، حتى الاحتفالات احتفالات ماخوذه من الاحتفالات الوثنيه، ما في شيء جديد. ازاي نقول على الفكر الوثني فكري سامي؟ ازاي فكري سامي؟ كيف يكون فكري سامي؟ حتى الكلام ده المصيبه والكارثه، الكلام ده حتى مش موجود في الانجيل. يعني انا اقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا سبع نقاط رئيسيه، وقول لي الكلام ده صح ولا لا، انت الكل بيتفق معاه، حتى الكاثوليك والبروتستانت والارثوذكس الكل بيتفق ان المسيح هو الله، الكل بيعبد المسيح لانه بيؤمن ان المسيح هو الله، كلكم بغض النظر الاختلافات، الكل بيؤمن بالثالوث بغض النظر الاختلافات، بغض النظر على الطبيعه واحده وطبيعتين، الكل بيؤمن ان يسوع الله ظهر في الجسد، الكل بيؤمن ان في خطيه اصليه او خطيه ادم، الكل بيؤمن ان المسيح هو الله الابن، الله الكلمة، الله الأقنوم الثاني. عند حضرتك 27 صفر. المسيح عندما سأل رئيس الكهنة عن عقيدته قال أنا كلمت العالم على نية. أين قال صراحة أول شيء بتؤمن به؟ أنا الله. اثنين، أين طلب العبادة لنفسه؟ ثلاثة، أين تكلم عن التجسد وقال أنا الله الظاهر في الجسد؟ عندك تراجع أي لغة في الدنيا فيها كلمة ناسوت، عندك 25 ألف مخطوطة للعهد الجديد في كلمة ناسوت، أين قال يسوع أنا الله الإبن؟ أين قال يسوع أنا الله الكلمة؟ أين قال يسوع أنا الله الأقنوم التاج؟ شوف حضرتك سبع مبادئ الكل بيتفق عليها، أي واحدة سهلة لحضرتك جيبها. أين قال أنا الله الكلمة؟ أنا الله الإبن؟ أنا الأقنوم الثاني؟ أين تكلم الخطيئة الأصلية؟ أين قال أنا الله الظاهر في الجسد؟ أين طلب العبادة؟ أين قال صراحة أنا الله؟ لماذا الله صراحة يقول في العهد القديم أنا الله؟ وممكن أجيب لك 15 نص، 15 نص الله يقول أنا الله وليس إله آخر، لماذا لم يقول أنا الله؟ تفضل حضرتك. احتياج المسيح، المسيح ما كانش محتاج انه يقول انا الله فاعبدوني، ده رقم واحد، رقم واحد المسيح ما كانش محتاج انه يقول هنعرف ازاي انه يقول هنعرف ازاي ايوه اعرف ازاي لانه سال بطرس وقال له ايه؟ قال له من يقولون الناس اني انا؟ من يقول الناس عني؟ فقالوا اللي الناس اللي بتقول ان انت ايليا والناس اللي بتقول انت انت مش حافظ الناس اللي بتقول ان انت نبي من الانبياء لكن القصة. طب انت يا بطرس يا سعاده القس انت مش حافظ عني، قال لك انت المسيح ابن الله يا سعاده القس يا سعاده القس ومعنى ابن الله ومعنى ابن الله في اليهوديه في الفكر اليهودي انه هو الله يا سعاده القس انت لا اما مش عارف النص لا اما بطرت النص. هقول لك ايه النص ما بيقولش كده يا سعاده القس. ولما جاء يسوع لنواحي قيصريه ساله من يقول الناس عن اني انا ابن الانسان son of man. يسوع بيقول انا ابن الانسان، مش بقول انا الله، مش بقول انا ابن الله، مش بقول انا اقوم الكلمه، الناس بيقولوا عليه ده ابن الانسان بيقول عليه ايه؟ فقال لقوم يوحنا المعمدان واخرون ايليا واخرون ارميا او واحد من الانبياء. لاحظ حضرتك كل الناس المعاصرين ليسوع وراوا معجزات يسوع الغير عاديه ومنها اقامه الاموات كان يؤمن ان هو نبي. فقال لهم وانتم التلاميذ اللي عاشروه ثلاث سنين اكل وشرب ونوم وسمعوا تعاليمه انتوا تقول علي ايه؟ اجاب سمعان انت والمسيح ابن الله الحي. هتقول لحضرتك
ما هو ابن الله الحي معناها ان هو لاهوت او مثلا ديفاين. لا، اولا في مشكله. المشكله الاولى حضرتك ان القصه دي مرويه في انجيل مرقس، ومرويه في انجيل لوقا، ومرويه في متى. انجيل متى بيقول ايه؟ انت المسيح ابن الله. بطرس. انجيل مرقس يقول له انت المسيح. انجيل لوقا انت هو المسيح. لماذا اضاف متى ابن الله الحي؟ اثنين، حتى مع وجود ابن الله الحي لا تعني شيء. ازاي؟ هقول لك ازاي. الله نفسه يقول على اليهود لكي يكون عدد شعب اسرائيل بني رمل البحر الذي لا يكال ولا يعد، وعوضا ان يقول لست شعبي يقال لهم ابناء الله الحي. كل واحد يهودي ابن الله الحي. شفت حضرتك؟ بالعكس، ده الكلمة نفسها بترفض لاهوت المسيح. حتى الكلمة نفسها الكلمة بتقول ايه؟ في عندك ديفينيشن، ثواني بس، في تعريف على الاله. الاله حي، الاله لا يموت. ابن الله الحي، ابن الله الحي، الله لا يموت. اسمعني اتفضل، انا بس عايز اقول كلمة وحضرتك كمل بعد كده. انا موبايلي حاليا 1%، تمام؟ فلو فصل حضرتك يا ريت ما تتضايقش، انا متابع بحضرتك وانا مستمتع ان انا بحكي مع حضرتك، تمام؟ وانا مستعد افضل اسمع حضرتك ونحكي مع بعض ساعات. انا ما عنديش خلاص مشكلة. انا ممكن اتصل عليك مره ثانيه. انا موبايلي حاليا 1% بجد. ساعه القس مينا ملاك حضرتك. نعم. اعمل اهلا وسهلا بيك، بشكرك على ادبك وسعه صدرك. اعمل بحث حضرتك في الانترنت عن وسام عبد الله. شكرا جزيلا جدا يا فندم. الاسم تاني وسام عبد الله. متشكرين يا فندم، مع السلامه. لو حبيت ان انا اتواصل مع حضرتك اتواصل ازاي؟ انا اتصل بيك مره ثانيه لو تحب الاسبوع القادم، اذا ربنا احيانا ان شاء الله لو تحب. انا انا يوم الاثنين، يوم الثلاث، يوم الاربع، في اي وقت حضرتك تكلمني انا مع حضرتك. طيب اثنين ثلاث الاربع، حاضر، انا هشوف الوقت المناسب. طب ايه الوقت المناسب ليك؟ يعني حضرتك اتكلم في اي وقت، انا عارف ان يعني وقت الفواصل الوقتيه طبعا ساعات ما بيننا وبين الضغط. ما في عندي مشكله. تمام. ما في عندي مشكله. تمام. انا مستمتع جدا بالكلام. اتفضل. انا هبحث فعلا في النقاط اللي حضرتك اتكلمت فيها بجد، وهدور عليه وهناقش، وبجد انا هبقى مستني تليفون حضرتك. طيب حضرتك في موضوع معين يعني تحب تناقش فيه؟ مثلا عصمة الكتاب المقدس، موضوع لاهوت المسيح، موضوع مصداقية بولس، موضوع الفداء، موضوع الصلب، نبوات عن يسوع، اي موضوع تحبه انا قول لي، وانا عشان تاخد وقت وتحضر فيه انا ما عنديش مشكله. طب حضرتك تحب ايه؟ وانا لا، اللي انت عاوزه يعني، اللي سهل بالنسبه لحضرتك انا جاهز في اي وقت. اللي حضرتك تحبه انا هشتغل عليه. خلاص حضرتك ممكن حضرتك موضوع عصمة الكتاب المقدس ان شاء الله الاسبوع القادم، ربنا يديك العمر. اتصل بيك مره، وانت اثنين ثلاث اربع، ربنا ييسر. شكرا جدا. عاوز تقول شيء قبل ما اقفل حضرتك؟ انا بشكر ربنا بجد ان انا بحكي مع حضرتك في التليفون. ممكن اكون ما شفتش حضرتك، لكن انا اتشجعت ان انا قادر واقرا وابحث من جديد. انا بشكرك على تليفونك، وبجد بشكرك، انت راجل حقيقي من العقليات النادره اللي موجوده في مجتمعنا، اللي بتبحث وبتقرا عن الله وعن محبته وعن كل اللي محيط بينا. ممكن كتير قوي ناس ما بتقراش، ما بتبحث، وعايشه صحيه وبجهل، لكن انا بشكرك لانك عندك من الاصطناعه ومن العلم اللي يقدر يخلي واحد صغير زي يتشجع انه يقرا ويبحث ويدرس كلمه الله. انا بشكرك، وانا سامحني بجد، انا كان نفسي اكمل معاك بس انا موبايلي 1% بجد حقيقي. ولو يوم الاربع حضرتك قدرت ان انت تحقق معايا تليفون انا اوكي، هكون متاح لحضرتك، وهكون درست خلال الاسبوع ده على عزمه الكتاب المقدس وهنحكي مع بعض. حق. طب سعاده القس الفاضل المحترم، لو في امكانيه افضل عشان يبقى عندك اطول وقت، والوقت ده مناسب ليا في امريكا يوم الخميس، ايه راي حضرتك؟ طيب عشان بس انا يبقى عندي اجتماع في الكنيسه بالليل، تمام؟ فممكن يعني انا مش عارف يعني وقت يعني التوقيت تقريبا 7 ساعات. لا بيننا بينكم 7 ساعات صح. تمام.
فيوم الخميس ده بيبقى زحمه شويه بالنسبه لي عشان بس ناس، وكمان احتفال الختامه بتاعي المفروض خلاص يوم احنا الجمعه. ولا بك بالعطله، شاكرين جدا يا سعادتك، استمر لي في شيء تاني بس انا عاوز انا اسمح بش... لي بس. اتفضل قول اتفضل. اولا انا بشكر حضرتك بجد على تليفونك ومحبتك الكبيره، تمام، وعلمك الغزير بجد، دي حاجه احنا بتنقصنا كتير في حياتنا. طيب انا بشكرك على هذا وقتها صدرك، بس انا نصيحه من حضرتك، من حضرتك يعني زي ما قلت لك، شفت حضرتك الان طريقه الكلام متغير ازاي، يعني احنا شوف انت راجل انجليزي، الانجليين غير في فرق كبير جدا بين الكنيسه الارثوذكسيه والكاثوليكيه والانجليين. كلمه بابا دي نصيحه مني انا، ما تقولها لحد ابدا، كلمه بابا تصغير لشان الناس، ما تقولها لحد ابدا، خلي الكلام ده عند الارثوذكس، انت مالك دخل بالكلام ده، ما تقولش الواحد ابدا يا بابا. انت شوف حضرتك الشهاده اللي شهدتها ليا الان، ينفع تقول لي بابا بعد الشهاده دي؟ ما ينفع. فهمت حضرتك؟ هي الفكره كلها انا يعني اي حد اكبر مني انا بحطه في مكان والدي، بقول له لا يا بابا. فندم، لا يا سعاده القس المحترم، يا سعاده القس، انا راجل مصري زيك، انا كلمه بابا في مصر بنقولها للاطفال، يا بابا تعالى يا بابا، روح يا بابا، والكنيسه المصريه بالذات بتستخدم هذا للسيطره على اتباعهم، يكون القس عنده 3 24 سنه وبقول لواحد 80 سنه بقول له يا بابا. انت عارف وانا عارف احنا مصريين، زي لا مؤاخذه بالاسلوب العامي احنا دافنينه سوا سعاده القس. شاكرين جدا يا فندم، عارف السلام. بس انا صادق في الكلمه، انا ما كنتش بقصد بيها اي شيء خالص حصل غير خير ان انا ان شاء الله. اكون حصل خير، حصل خير تكريم كريم حضرتك بس، يعني مش اكتر من كده، حصل لكن خير. انا مش اقصد اي شيء، اي ما شيء في خالص يكون مشكلة ان بيضايق شاء الله. حضرتك. مع الف سلامة، مع السلامة. انا بشكرك، مع السلامة. كان معانا لواء مباشرة الان القس الفاضل، القس مينا ملاك من احد الكنائس الانجيلية في مصر. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله، وهل أرضاه ما نالوه منه، فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه، وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه، وهل خلت الطباق السبع لما فوى تحت التراب وقد علاه، وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سواه.